خوت والله حتى المعيشه في البرتغال ترخيصه وحق الرب مزيانه بزاف المهاجرين وقدروا انهم يرجلوا بها السيتوياسيون ديالهم ديال انها من احسن الدول اللي كتسول وضعيه المهاجرين سواء اللي عندهم الوراق سواء اللي ما عندهمش الوراق. من بعد ما كنا في اسبانيا بالضبط في الاندلس في مدينه اشبيليه الزوينه ضروري ما نستغلوا الفرصه باش اننا نزوروا الدوله رقم 35 دوله البرتغال. فقنا الصباح باش نديرو الديبار في الكار باش نزورو فيه مدينة فارو البرتغالي. السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في دولة جديدة وفي فلوق جديد وحنا متواجدين الآن في دولة البرتغال وبالتحديد في مدينة فارو. المدينة هذه صراحة زوينة اللي جاية في الجنوب وقريبة لمدينة إشبيلية وكما شفتو الفلوق اللي فات فحنا كنا في مدينة إشبيلية في 10-11 ديال الصباح وفيها البحر بيان سير دونك جايين على أساس مش أننا نتبردو واحد شوية لأن كاينة فريمون الحرارة بزاف وفي نفس الوقت نكتشفوا دولة جديدة اللي هي الدولة رقم 35 دولة البرتغال. ولكن نقول لك واحد اللعيبه هذا الفلوق بعنوان شنو؟ بعنوان الخريط في الضو. انتم الخوت العنوان ديال هذا الفلوق الخريط في الضو الدراري سالينا وقول لي كيفاش مدينه فارو. مدينه فارو زوينه تبارك الله وفيها السياح بزاف خاصها تكون عندك اللغه الانجليزيه. دابا ما كاين لا سباليونيه دابا لا والو اللغه الانجليزيه كاينه لونجلي دابا ودابا غادي نمشيو ان شاء الله باش نشدوا الباطو. يلا دير فلوق مع هادو دابا غادي نشدو ان شاء الله الباطو باش اننا نمشيو للبحر. هو فيها البحر ولكن خاصك تشد لي واحد الباطو باش تقدر انك تمشي للمنطقه الزوينه اللي فيها البحر فين نقدر ان شاء الله نتاستالاو تما بيان سي. نبداو بالبحر لان فريمون كاين الصح دابا بزاف نشوفو بشحال دايره المعيشه هنا نشوفو الماكله بشحال كاينه نشوفو شنو يمكن لنا نديرو في العشيه. باقي عندنا الوقت بزاف دوك نهار واحد صراحه في مدينه فارو بما ان بحكم كما قلت لكم في الفلوق اللي فات بحكم ان سيفيا ما فيهاش البحر الحاجه الوحيده اللي ناقصه سيفيا بالروج سيفيا كلشي فيها زوين الا البحر دونك الحل ديالها غادي نزرو الفارو نضربو عويمه ونرجعو لها. مدينه فارو شو التران منين كيدوز ولا كاين بحال الواد شو كاين بحال الواد دونك ما كاينش بحر البحر فين كاين ورا هذيك البلاصه اللي كاينه من الليل اذا خاصك تجي تشد باطو كما قلت لكم واحد العباره اللي غدوزك من هذا الواد يمكن كما هذيك اللي غاده من الليل عاد باش تقدر الدور عاد باش تقدر انك تمشي للبحر اللي كاين في هذه المدينه هذه. والبحر نورمالمون ديال البرتغال كتعرفوا كيفاش داير فهمتي نفس تقريبا البحر تاع المغرب كنظن غادي يكون بحال البحر تاع المغرب يعني فيه المواج واللعيبات. وواحد المعلومه اللي خصكم تعرفوا على البرتغال وباغي نعاود نرجع لها على هذه القضيه دي بالضبط البرتغال فيها واحد المنطقه اللي فيها اعلى الامواج في العالم كامل. عرفتش المدينه بالضبط ولا البلاصه بالضبط اللي كاينه هنا في البرتغال سميتها ولكن فيها اعلى الامواج في العالم. عرفتي الخوت راه واحد الامواج راه ما يمكنش كنت نشوفهم قدام عينك واللعيبات واحد الاحساس زوين صراحه تمنيت انني نمشي لهذيك البلاصه ان شاء الله تجي لها وقيتها كما كنصحكم انا ديما فيما جاتك شي فرصه انك تستغل حاول انك تستغلها حسن الاستغلال كما دابا جاتنا فرصه نجيو البرتغال غنجيو البرتغال مره اخرى جات مرحبا ما جاتش ما جاتش. يلاه خلينا لي تيكين يتقاموا علينا ب 7.80 جوج ديال الناس الي رجوع. ماشي شي حاجة زوينة بزاف، ما راهو كيجاك البحر؟ كيجاك البحر؟ البحر زوينة. خوت والله حتى المعيشة في البرتغال ترخيصة وحق الرب، فترة واحد الرخام يمكن تلقى داك الشيء فهمتي 0 كذا بأورو اللعيبات حنا يلاه تقدينا دابا شي لعبات باش نقصيو، وغير باش تعرفوا الخوت أن الدرابو ديال البرتغال يلاه لقيته بون ماشي لقيت الدرابو كامل ديالهم دونك لقيت الدرابو هذا اللي كتشوفوا فيه دابا. والثمن ديالو كان بأورو فاصلة 90 دونك تقريبا 2 أورو حاليا هو أرخص واحد غادي نشريه ما بين الدرابوات كاملين هو ديال البرتغال. كنضرب على هذا هو فليكس بوس دايرين سي في تما عاوتاني غنشدو فليكس بوس. وبالمناسبة الخوش بالنسبة للبوس بشحال تقام علينا باش جينا لمدينة فارو هنا في البرتغال تقامت علينا تقريبا 55 أورو ألي روتور باش جينا عن طريق فليكس بوس. لا هذا غادي البورتو كما قلت لكم المعيشة في البرتغال زوينة وخصكم تعرفوا أن حتى الهجرة في البرتغال فريمون سهلة سير شوف هاد الأعوام الأخرى دونك تقريبا في هاد 4 سنين الأخرى كاملة كانت البرتغال واحدة من الدول اللي مزيانة بزاف المهاجرين وقدروا أنهم يرجلوا بها السيتياسيون ديالهم بيان سور غادي نعطيكم لي ديتاي ديالها كامل. وهذا هما الحدود اللي كيربطوا ما بين دولة إسبانيا ودولة البرتغال. رجعنا الخوت لإسبانيا مدينة إشبيلية هنايا فشحال زوينة الحياة هنا في أوروبا تقدر فهمتيني تقدر تكون مريح في الإسبان
تمشي للبرتغال تبقى حار تعاود ترجع هنايا ترونك كاين التنقل هنايا في اوروبا. واحد الحاجه بغيت نهضر عليها واللي غيكون بزاف الناس كيسولوا على ليا البرتغال ولا تسويه الاوراق في البرتغال اخوت كما كتعرفوا الموضوع اللي كنت هضرت عليه بحال من مره في اللايف اللي كنت كندير في انستغرام بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش لي لايف اللي كندير في انستغرام. صراحه موضوع شويه قديم تقريبا 2019 2020 فين كان داك البلان ديال انها من احسن الدول اللي كتسوي الوضعيه للمهاجرين سواء اللي عندهم الوراق سواء اللي ما عندهمش الوراق خاصك غير بروفي باش تدخل لديك الدوله يعني خاصك غير توصل للبرتغال يعني سواء ما عندكش الوراق ولا عندك الوراق مهم دخلتي بالكارت دخلتي بالطياره دخلتي باي حاجه بروفي ليهم شنو ولا باش دخلتي سينو امور الاخرى كتاخذ محامي مسائل تقدر تلقى السيتياسيون ديالك وتمشي انك تقلبها ولا تاخذ كارت سيجور ديال الدراسه ولا ديال العمل ولا تكري شركه ديالك. دونك ممكن انكم تدقوا بزاف هذا الموضوع عطيتكم شويه شنو كاين حاليا ولا شويه الامور صعيبه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش اوراق ولا بالنسبه للحراجه ولا شويه صعيبه لانه ولاو بعض المشاكل في البرتغال والدراري اللي كاينين تما يقدروا ياكدوا لي المعلومه ديال 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 هذا البلان هذا ولا شويه كيزيروا معاهم. بالنسبه للناس اللي عندهم الوراق ولا داخلين قانونيين في فيزا ولا شي حاجه راه ممكن انكم تلقاو شي سوليسيون باش انكم تديروا الوراق ديالكم في البرتغال وتستقروا تما بلا ما تبرتوا على راسكم باش انكم تمشوا في بلاصه واحده اخرى. اللي كاين اخوت في هذه الرحله دوزنا هنايا رجعنا سي زي ربع عثمان ها هو صراحة تحية الدراري شوف تحية الدراري أي واحد فهمتي كيدير معاك مجهودات راه كاين شوف والله تحية أنا حق الله ضرب معايا الطريق ضرب معايا الطريق هذه اليومين هذه شحال وحنا كنتمشاو تمشينا بزاف وراني بزاف البلايص تحية لأي واحد أخو فهمتيني في أي دولة فهمتي كيعطي من وقته بس يتصور واحد الفيديو زوين باش تشوفوا نتوما وتشوفوا المعلومه وتشوفوا البلايص كاملين في نهار واحد ولا في يومين في واحد المده قصيره اللي صراحه انا كنت بوحدي ما قدرتش ندير هذه العيبه هذه ياسر ود البلاد كيكون فيها مختار او الله.